الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ثم ما بعد. كلمة المعاوة محاضرة ويكون سابسنتا عيوان كذا نوضح النهي نعم الكلمات الباقيات الصالحات. كلمات بان نعملها ضي وكوا باقي اي هاري دونا ايوا وناكسن الثواب كود اي اجر كود دائمية الباقيات محل غوضا وكلمات كابا المرين تود اي اجر كود دائم كنقن ايو اي مدن روحا مؤمن كاين وكويد ديشو مرول بنا دائم لما آيادو دو قرآن كإلهي سبحانه وتعالى كم إذا آيا الله استعمالي آيادة كوات سورة الكهف بالغت المامي وانا آيادة أفرتني اللي حاد رغم كذا إلهي حري المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ربي يحرر سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا حولها يا أولاد وقرح ذا الدنيا ذا لكن محاك قيمة بضن عك قيمة بضنا بإله سبحانه وتعالى ونوت المامية وحك قيمة بضن وحوي الله وحليه سبحانه وتعالى والباقيات كو هري أجر كود دائم كيه الصالحات ايه وناكسا ايا خير كخير بدن عند ربك ربك اكتيسا ثوابا دنك ابا المرنتا وخير املا حق يددي لدنا ايه ايا كخير بدن بألير سبحانه وتعالى ايضا لبات سورة مريم با الهي كتل مامي وآيد الاحدن يسديدات وحي سبحانه وتعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا حيك لدويه وخير أملا إيه وخير مردا إلهي حر سبحانه وتعالى كوا باقيات كي باقي النقون يا إيه وناسن با إلهي سبحانه وتعالى أكتس خير بدن بنك أبا المرنت إيه دنك النقشضة آيدهرنا دنك يدي لذلك لابدن آيضاد مفسرين تسلف كمرك يفسر أيان وحيد أهدين إن الباقيات الصالحات إن الباقيات الصالحات هن الكلمات المأثورات من فضلها وكلمات كفضل قود الصور غي وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر باقياتكم حاسلف كفسرين قبصو أفر شيء كفسرين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحاكو فسر الضبري في تفسيره مجلد كسبير يتبنى الصبح يلا باتن إلى صبح يليح ابن كثير في تفسيره مجلد كشنات قل لحدن يكوب لا بقول لحدن يعفر قرضبي في تفسيره مجلد كتبنا أفر بقول أفر يا طبا كلمات كابل نبي محوكي صلى الله عليه وسلم أن عاوق هذا ابنه هي فضلك إليه فضلك كواني كلمات كاسية قيمها إليه ولا ليال وحي إلهي وقود نبي وقود المام إليه أحب الكلام إلى الله وكلامك يا أراه بن آدم وحكوها دلوحة حق إلهي اللوغوت عليها إمام مسلم في صحيحه وحكورنا من حديث صمرة ابن جندب رضي الله عنه قال أحب الكلام إلى الله
هذا بني آدم وكو هذا الله حق إلهي وحال لو عليها أربع أفر وسبحان الله إلهي بعد ما نشوء نسقان يعير ودن كنسهن الله دم يسترني يكمل وسبنا والحمد لله الله ومهدس كلا سبحانه وتعالى ولا إله إلا الله والله أكبر إلى حق له عابد متشر علم وياني ألا نوين سبحانه وتعالى باقيات كم حين نقدين قدر ككوادو حين نقدين أحب الكلام إلى الله خذلك إلهي حقي سلوكش عليه صومها بونا إن حلته خذلك إلهي سبحانه وتعالى حقي سلوكش عليه عربك أغنى أدوك عاد دكتور سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أبو داود الديالسي في مسنده وحكو رنية فنبي نبي صلى الله عليه وسلم أربع من أضيب الكلام أفر حيكم ذيهن هذا الككود هو ناكسا وهن من القرآن القرآن كان ويكم ذيهن وقرآن كإي سند النبي قال لك فهمي لا يضرك بأيهن بدأت كل بما يمده دي أتكب لوضو لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر إن تصدر مرسو ما لا إله إلا الله أتكب لابي مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت كما دي يمدك دي أتكب لوضو يسيرك الهرس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حديثك حكوت المامي من أضيب الكلام وهن من القرآن القرآن كان وكم ديهين وقرآن كانت المامي الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا بل نبي نوحوت المامي أربع أفضل الكلام أفروحي كم ديهن هذا الككو وفضل بضن لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ابن ماجه يا طبراني باورنية صحيح الجامع الصغير يعني سديد بقول يعني كن سديد بقول يا طلباتني يا فرقمك والفضل اللي إليه النبي صلى صلوات الله وسلامه عليه الصبح نوت المامي وحضلك إلهي سبحانه وتعالى كلماتك كدورتي إن الله تعالى اصطفى من الكلام أربعا حديثك أبو هريرة يا أبو سعيد الخدري الله هو حضلك كدورتي أفر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إمام أحمد الحاكم الضياء في المختارة يغير كود باورنية صحيح الجامع كنت ضرب قول يسداد يتمر رقمك بل فضلك إليه وحويه خن الكلمات خير من الدنيا وما فيها وكلمات كخير بدن الدنيا ذا يوحق ديه إذا كتش روردن إمام مسلم في صحيح وحكورنية من حديث أبي هريرة النبي صلى الله وسلم عليه وحليه لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما ضلعت عليه الشمس إن كلمات كاكو قولو إله دو أيام كتش على هاي إنت قرح الغصو بحضو أردن بمعنى الدنيا وما فيها أردن وحن كتش على هاي كلمات كاس إن أنا له ذو عرب كي أي كقي نادان عرب كاجا إنت كلمة وأنا له الرالي جلني باك الصوب حيس حم باك الصوب حيسا بين باك الصوب حيسا نمي ماك الصوب حيسا لغوي ما لا يعني باك الصوب حيا نبي حليل لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
أحب إلي مما ضلعت عليه الشمس باعكت إذا الوك القعيل بديهي أنت قرحت أصول بحضور دن لبدا كلمة ضد بنك على الدنيا وما فيها يقول قد بعض هيسان ترى ذا إذن كان لإذن كروا فضل كلمة دني أي ليه ذا يوحى كم ذا جنة ذا ليرتا جنة ذا وحيابها اللو بيرانا يو والروح وكم تيسانا يو كلمات كم با كم ذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي نبي إبراهيم بان لكل ميهبين كي ليدي المي فقال يا محمد اقرأ أمتك مني السلام نبي محمد وأمد هذا السلام يفرين إيقا أرسي وأخبرهم أن الجنة ضيبة التربة وحادنا أشيك تاتشنبا عرض إذا إي عيد إذا إني وناك سنتهي عذبة الماء بيه إذن أي معانيهين إله النبي قد سبحانه وتعالى وإنها قيعان وارل سمن وإن قراصها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ليرت جندا وحا لغو بيرانيا وحا ويي وان روحي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سيدا ادونك ان النفسه نفته لغو الهاميي وروح اهل الجنه انا وحا لغو الهاميي تصبيح ذا تصبيح لي سيمركا سيان لو أرن فائدة كما دلنا يسوع حي لي جوب تاسي جوب اللي قول عبادة استماه هو جوب تي أبى المرنتا وحضر أنت إلهي هو حكيم أفعاش يسوع لأننا حكمة كل سنتها شيء والبمشك وها بومبولي تصبيح لاسي أدونك هو تصبيح سنة يو اللي قول إلهامي كلماتك وكل العلم يو فائدة أوي لي أوريست تشنة ده أبو بدنس مركو كلمة دن أو يعني أو أخرية بقى جيد بالله تلا ليا جيد عن بقى يمد سيتونة يمد قراءة يمد نعمتي جنة ده كم ده هل جيد بالله أبو تلا ليا سيدابة كلها تادي وجور جاجة يعني مركا الله أبو تلا له مر بجيد غروح بدن أوريست الدنيا ده أنا لم يدحين ونفس عيسى وترى بدنيا هاي صباح هذه هذا قيمة بدن معه وحكم إذا روحي كلمات كن إلى هذا إلهي سبحانه وتعالى وقرية طبعا حصن لباتن حصنه وحان الله قد دادنا يا لباتن قف أم لباتن دمبي أي الله قد دادنا حديث أبي سعيد الخدري وحلي رضي الله عنهما يا أبو هريرة حليه النبي صلى الله وسلم عليه إن الله اصطفى من الكلام أربعا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال حلي من قال سبحان الله روحي سبحان الله إلى هذا كتبت له بها 20 حسنة حلو قرى لبات حسنة وحد عنه حلق قدادي 20 سيئة ومن قال الله أكبر فمثل ذلك الله أكبر أنت روحي إلى هذانا لباتن حسننا والله قراء لباتن قفنا والله ترترا ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه أنت روحي نفس دهانتي سكقدر صدا كتبت له بها 30 حسنة وحالو قراء صد أشر وحد عنه وحان الغداد يا 30 يعني سيئة صدن قف يا صدن دمنا والله غداد يا إمام أحمد بقى في مسنده كورنية شيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند وحلي إسناده صحيح مجلد كسديداد بقول لحظة يشن حاكم الدياء المقدس في المختارة شيخ ناصر صحيح الجامع الصغير كل صحيح يا لي
وحكم إذا فائدوك يا فضائش إليه ضحي أنهن مكفرات للذنوب دم بياشا الغلاف حديث الترمذي في جامعه إمام أحمد حاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أي نبي حليه ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله روح انت إلى هذا المتجر إلا كفرت عنه الذنوب إلا دمبياشي صال دافاي الأسطوة ولو كانت أكثر من زبد البحر بيها بدا بهكبتين حم بدا بيها بدو كانت بهكبتين نبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى الذنوب صال دافا حاكم باصعيدي على الذهاب وافقي شيخ ناصر رحمه الله تعالى نوا وافقي أنس بن مالك وحوليه هي ترمذي في جامع سيد كور نيو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي مر وحصومر بشجرة يابسة قد قللن بصومر فضربها بعصاه أشي سكون فطي فتناثر الورق قد كيبا علين تدادي مركي بيها الأشبقي أشعو كل فطي نبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحي يلي فنبي يلي إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد وحيث دادي صا أدونك ذنوبتي سي كلمات كاسي داديان صوباهي أمطبت الذنوب تاذا إن لقا داديو وعسلي سي ونقول كما تساقط ورق هذه الشجرة قيت كان قال الله سيدا علي انتي سو اي او دادني سو سيدا سو كلي ادوم كمؤمن كوحا دنوب تا اغدادية سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ايا كدالسة دنوب تا كدالسة ايو يرنبه صلى الله عليه وسلم فوح هذه اعضو قيمة بدن ورنتي لدوني أدون كمؤمن كائن وكفى إذا استو إلهنا سبحانه وتعالى مروى وكبر كلمة كان عرب كيسا وعاد وقدر عرب كابوها توقتي فليكن لسانك رطبا من ذكر الله عرب كابو ذكر إلهي إلهي حسكي ساكر شريعة الإسلام كواجبات كي ويقول رب الطيب يا رسول كي له وحكو بن إيشاق وأن كفر عذيقو حنا نقول كتوا بصلوات الله والسلام عليه عرب كابو ذكر يا إلهي يا الله حسكي سهكك وينادو معاذ بن جبل وحليه ما زلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت أي الأعمال أفضل كمان سولنا النبي محمد كله يا عمل هذا محاو فضل بدن مركز النبي صلوات الله والسلام عليه ويري أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله إن دونك فراق يسو أيضا عرفك بذكرك إلهي وكقيني وحان الصيب دراء ولا يروح خسارة يقوم معه روح أدونك قبل قبين يتوحيدك الله لقيمة يو يا فلان قل لا إله إلا الله وعرب كيسو أنا توحيدك قوانين إلا عادة أقوم أدقين حولي مانشستر يونايتد حولي ريال مدريد حولي معشوقتي وحليه فيسبوك روح يا به وهذه يقر حميقي سيئة مسكح دي سكوينا وحي قورك كاقشرة أفكك حضا وكسوح على يا فلان قل لا إله إلا الله ربكي سوالو دي ذا يا كلمة دا سيئنك قويناتو وحكم إذا كلمات كان مالك قيام وحي العسلين يا روح ميسانك ميسانك قيام أيكو عسلين يعني
فنبي قال صلوات الله وسلامه عليه حديث كحاكم يا النسائي في عمل اليوم والليلة، حاكمنا في المستدرك وكورنية من حديث أبي هريرة والنبي صلوات الله وسلامه عليه وحليه خذوا جنتكم، قلنا يا رسول الله من عدو قد حضر. صحابة الله هذلي إن ديار قروبان بو ربا ورقاشان كينا سوقاتا مركز يوحي إليه من عدو حضر رسولك إلى وقاشان كما وحانو سوق هذا عدو ميا يمي قاشان كوحوي وقلب كي دقالك الروح السيفها ويسكي دفاعي. صحابة وحي ويديين أمن عدو قد حضر مع عدو وصو حاضر يمي، قالوا حول الله ميا بل جنتكم من النار ما يوحد سوق هذا تنقاشان كين يقبات كيني نارتا نارتا وحاد كيقبني سين سوقاتا. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لها النبي صلوات الله وسلامه عليه مركز النبي وحول صلوات الله وسلامه عليه فإنهن يأتين يوم القيامة كلمات كاسي وحي مالك قيامة إيمانيان منجيات إيغو صاحب كود بدبادنية ومقدمات إيغو روحي أورنجري كهرية استاف بيكويهين والغو إلالين إيغو إلاليناي نبقو حولي وهن الباقيات الصالحات وأنا كو باقيات كصالحة يا هذا يبو النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه رواية كلو حلية خذوا جنتكم من النار قاشان كينا يا قبات كينا نار تقاطع. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لها وكاس النبي يقول فإنهن يأتين يوم القيامة مالك قيامة وي إيمانيا كلمات كني وي إيمانيا مقدمات أيها الروح أولنا يكهر رأي هر صعدة ومعقبات أيها الجدال كصعدة ومجنبات أيها الدين عكصعدة رواية الروح ومنجيات تنوح حوي ومجنبات أيها الدين عيادة كصعدة وهن الباقيات الصالحات وأنا باقياتك صالحة ونكتني هرية أي نبي يقول صلوات الله وسلام عليه نسائي باورنا وحكم إذا كلمات كني يندقن حول العرش الرحمن ولهن دوي كدوي النحل ويهد ليان ولو يركاغ الله الرحمن كعرش ديسا أي كهد ليان يقول عد كودا عد كشنيدا أو كلاد مودو مركزي كحوصي عرشيز نعمان بن بشير وحليه نبي قال صلوات الله وسلامه عليه وحليه إن مما تذكرون من جلال الله وحاتكو حصوصا نسان إلهي وينانتي سوى حكم إذا من التهليل والتصبيح والتكبير والتحميد ينعضفن حول العرش كلمات كان يوحيكها الله يعني عرش قهريه طلب حيلي مركز النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحوري دوي كدوي النحل عط عط كشنيدة أو كلا تذكر بصاحبها وحميشة لقوشي غي الروح إلهي حسي جري أي كلمات كان قرن جري بالقوشي غي مركز النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحوري أما يحب أحدكم أن يكون له ميان الروح إذن كإذن كم إذن تعلين روح والبوين نجا إن جم إذن واتعل يه قف كإله عرش جس أكتي سلقو الشيء غي إنه النقضاء ما جعاجين الحاضري ولا فلان فلانة هبلايو أم هبل إن لبيره نبي حوله أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به يانو متكين جعلين
إنه نقضى كل شيء جيو وهو ذا شعلنا هاي البصيري أيا في مسند سنن السوائد ابن ماجه كورنيا حاكمنا في تدركي بكورنيا وحكم إذا فضائش هذا وحي عسليان كلمات كان ميسان كأي عسليان فالنبي يقول لي صلوات الله وسلام عليه أبي سلمى صحابي قال لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بخ بخ وكلمة تقال في الإعجاب مركز النبي يقول لي ألا ونكسنا وأشار بيده بخمس كعنتي سأيوشن أرموت كتري ما أثقلهن في الميسان كون محامي ميسان كوقع عليه بضن مركز وحيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه سيدوك لو حلم إذا يعني إلمها وناكسن الروح الله أفسدي أوكو أجر دلبي أي نبي صلوات الله والسلام عليه إخواني في الله كلمات كني وكلمات آدي آدو قيم بضن انتي بتقول علين كرتا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر شغك لي بهدادا قبل انتي كل علين كرتا فضائش النوع صوردن سيدا أقفا إذا سنكرنا وقت جاجا يا عمري جاجا يا نورش هذا سيدا بعد عبادة أقو عميري كرتا سيد الله سبحانه وتعالى بريت أكتي سمركا تكتو هذا النقطة إلهي سبحانه وتعالى كو أمانيو أيقنا إلهي سبحانه وتعالى مهدين دون كو أرنيا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور إلهي مرغوية تيرانيا نغتك سيئي باب مهدل ربي هو ألم مهدين بدن وشكر بدن حيرني أن الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين حيرني أن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أيها الأحبة في الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون عمر قاعد شوك تأدوني ذا وقت قاعد شوك يساوي ترسن تهاي دريقة عاد مريسان ودير يهي صحيح ذا أين وذنان ويقابن تهاي ويقوابن تهاي حلو بهن يهي ما شاء إن بدن لقى فكره دريقي ذا ترى بدن إيه وشي ذا خير كأن اللوغة فائدة استو سي إلهي سبحانه وتعالى أكتسى إنو بدبادنو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم درسك قيبتي سكواد عاوة انت أصبان كنت وشينا يا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعلما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.